يعني لو تفتكروا برضو بيان النادي الاهلي يا جماعه من فضلكم انهوا الدوري قبل بطوله كاس الامم الافريقيه اهو. معلش بقى يعني بصوا حضراتكم، بص حضرتك يعني بص ده بص معاه وكمل معاه الكلام. لا رجع لي اللقطه دي تاني معلش، ارجع ورا سنه. بص مع اليو بادجي عمل ايه الاستاذ عمرو الجنايني، كمل. هو هنا مش زعلان اصله من اليو بادجي، لعيب عادي مفيش مشكله، لعيب في الاهلي يعني، فمعلش. خش بقى كهربا، ورينا كهربا، خش يا كهربا. طب وسيم، بص حضرتك كمل. لا كملها عادي، ولا كان يا اخي يا قول له هارد لك يعني، حضرتك في موقع المسؤوليه يا استاذ عمرو، حضرتك في موقع المسؤوليه، كمل كده وريني بقيه اللعيبه اهو تاني. بص حضرتك، بص مع بادجي، راح مع بادجي وسلم عليه ومفيش مشكله خالص. لكن كهربا اه، ما هو كهربا اللي انتقل من النادي الزمالك راح نادي بره في البرتغال، وبعد كده النادي الاهلي شاف ان موقفه القانوني جيد فقام رجعه، ما عندوش اي مشكله. لكن الامور تصل لهذه الدرجه، يجب ان يكون هناك حياديه انت في موقع مسؤولية، حضرتك في موقع مسؤولية يا أستاذ عمرو. يعني المفروض إن حضرتك جاي تطور المنظومة، مالكش أي أغراض في أي شيء، ولكن للأسف الشديد إن الأهواء بتتغلب على الحيادية، الأهواء بتتغلب على موقع المسؤولية. زي ما حضراتكم شايفين يعني الصور واضحة والفيديوهات واضحة لكل من يريد أن يتكلم في مثل هذه الأمور.